أقولكم عن العاجل، أقولكم عن سورة الكهف. ليه ذكر فيها الجن؟ وهذه عجيبة، ليه ذكر فيها كان من الجن؟ العجيب انت لما تقرأ سورة الكهف، يعني غالب نسق القرآن وفواصله على الياء والنون والواو والنون، شيك المتقين، المتقون، العالمين، المرسلين، هكذا شيك، واضح اخوانا؟ قليل من الصور على الراء كالقمر، وقليل على الميم، أني تنتهي في الميمات، التي تبدأ في الميمات محمد، على ماذا تنتهي؟ ميمات أغلبها، صراطهم، أمثالهم، هكذا شيك اخوانا. إنما في صورة الفاصلة تتشابه، يعني الكهف ومريم شبه بعض، عدد أمل، وصورة الجن، إن صورة الكهف والجن تتشابهان في الفواصل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لما سمعوا الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، شيك، فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا، في آخر الجن أحصى كل شيء عددا، ففاصلة الكهف كفاصلة الجن. واحد، هذا واحد. اثنين، عجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه إشارة، النبي أمرنا ووعظنا أن إذا ابتلينا بالدجال أن نقرأ من أي سورة؟ من سورة كهف، شيك أخوانا، وتقرأ عليه أول 10 أبيات من قصيدة، في قصيدة بتشرح العقيدة، بتعرف بس اقرأ له 10 أبيات أو 10 آيات، إيش ما بتتيسر لك. ها، السلام أخي. ما هو هذا، يعني لهون وصلوا المسلمين الآن، الآن يشرحون الملة بالشعر ويتعلمون القرآن بالشعر، اللي بيسموها الشاطبية. كيف تجاز بالشاطبية شيك أخي؟ فيشطب عليك هدي نبيك. جيد، نفث الشيطان، شو نفث الشيطان؟ اللي هو الشعر أخوان. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصى أن نقرأ سورة الكهف، يعني 10 منها، على مين؟ طب إلو علاقة الدجال في الجن؟ يظهر أنه، نعم، يظهر أنه هذا الولد البعيد فيه دم جن. ليش؟ من وين أتينا بها؟ إنه لما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام على العصبة المؤمنة التي عصمها الله من الدجال، يقول لهم ما منعكم أن تخرجوا لهذا الكذاب؟ فيقولون إنه جن، إنه جني. هلا إحنا الآن ما بنقدر نقول أنه جني، ولكن حين نراه ونعرفه تقدر تقول هذا إنسان أم جن. فالذين عصمهم الله من الدجال أخبروا الناس فيه، هم يتكلمون عن إيش؟ عرفنا وابتلينا به ورأيناه، لاحظ، فقالوا إنه جن. والعصبة المعصومة من الدجال عصبة مهدية، دير بالك، يعني الأغلب أن إمامهم هو مهدي، فهي العصبة بخير، وهي العصبة أصلا مش يعني ليست عصبة ضلال، يعني حتى لما لقوا عيسى ابن مريم ما فتنوا فيه، كأنهم بيستنوه، يعني لما نزل كانوا ما يعرفون الرجل عليه الصلاة والسلام، إنما الأمر أنه قالوا له إنه جني، ونقرأ عليه من سورة الكهف، وفي سورة الكهف كان من الجن، شيك أخوانا. وبالتالي يظهر أن الدجال يعني فيه دم عرق من الدجال، من الجن، واضح أخوانا؟ يعني البعيد عجيب عجيب،
يراه المؤمنون في جزيرة مكبل، ثم يكون مع في المدينة غلاما صغيرا، ثم لا يلبس أن يشب فتطفو عينه. وشو هذا؟ واضح يعني. عبد الله بن عمر بسند صحيح قال: لقيت صافي ابن صياد بن صائد في سكة من سكك المدينة وقد طفئت عينه، من هو صغير بشك فيه، وأبوه عمر وشيخنا عمر رضي الله عنه أقسم عليه، ونقسم بقسم عمر رضي الله، ولو لم يقسم كل شيوخ الدين نقسم بقسم عمر رضي الله عنه. فعبد الله بن عمر ابن أبيه رضي الله عنه، ما عارف مين هذا، بكله ماذا ما صنع بعينك ما أرى؟ عبد الله بن عمر بكل صنع ما لينك؟ قال: لا أدري. لو بريء بكله مثلا يعني فقئت من سلك وقعت عليها نقرها الديك، أما قال: لا أدري. ليه؟ مريب، هو نفسه مريب. قال: لا أدري. فقال: لا تدري وهي في رأسك؟ فقال: لو شاء الله لجعلها في عصاك. شوف الأجوبة، شوف الأجوبة. يعني لما يأتيكم الدجال دير بالك، يعلم الله أنني أزعم أنه سيتلو على المسلمين ما يعرفون. أول شيء يبدو يعني يزعم أنه نبي ولن يتكلم بالنبوة حتى يتكلم بالنبوات وبالكتب، شيطان، مصيبة. شيك أخواننا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رجل يأتيه فيتبعه مما يلقي من الشبهات، وأمرنا النبي ألا نلقاه، إذا سمعت به بأرض فانهى عنه وفر منها. جيد. قال: لو شاء الله لجعلها في عصاك. فغضب عبد الله بن عمر، شيك زي ما بيعلمونا للشيوخ انه خلي قلبك كبير وصدرك واسع ودائما الشيخ حنون. فشو سوى عبد الله بن عمر؟ تعالوا نسأل الله ان يردها عليك. فعبد الله بن عمر سحب عصاته، عصاه، هذا اول اللحن في العرب ان يقول عصاته، هذا اول لحنك. فاخذ عصاه وانهال عليه ضربا. قال عبد الله بن عمر: فانتفخ حتى سد السكة. تفضل، من من البشر يكون فيه هذا؟ فانتفخ حتى سد السكة، فولى عبد الله بن عمر واتى ام المؤمنين اخته حفصة، قال: كان من امري كذا وكذا. قالت: ما لك وله؟ اسمع، اما علمت ان الدجال يخرجه غضب يغضبه؟ سيبوه. مين هو؟ هذه بنت عمر وهذا اخو عمر، لاحظ، وزوجة محمد عليه الصلاة والسلام يقولون بهذا. مشيخات اليوم يقولون: لا لا ليس هو، لا ليس هو. ولما؟ لما يا حمائم الدين؟ لما؟ وقد أقسم عمر بين يدي رسول الله، قلة الحياء أن يسكت النبي على قسم عمر ثم يقسم على قسم عمر صاحبان من أصحاب النبي ثم يستكبر ويزهد فيها مشيخات الدين؟ عندهم دليل غاب عن عمر، هاتوا اسمعونا اياه. تعرف شو هو؟ لا شيء، لا شيء. انه لانه لو كان هو، لو كان هو كان رايناه. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. الكلام واضح ان هذا اللي هو الدجال ليس كاحد الناس. في مسند احمد بسند صحيح ابو ذر بيقول رضي الله عنه: لان اقسم ان صافي بن صياد ابن صائد هو الدجال 10 مرار، 10 مرات اقسم احب لي من ان لا اقسم. لقد ارسلني رسول الله ان اسأل امه عن حمله، قالت: وضعته بعد 12 شهرا. حملت به امه 12 شهرا. هو مش زي الناس، مش زي الناس. ثم ارسله النبي عليه الصلاة والسلام لابي ذر، قال: اسأله كيف استهل ساعة استهل، يعني لما نزل شيك مش بنزل ولد بطن امه فيستهل صارخا. شو قال؟ شو قال؟ قال: نزل فاستهل صراخ من له شهر. صوته مش صوت من يوم وله بطن امه 3 اشهر زيادة، 3 اشهر زيادة.
ثم رؤيا مكبلا ثم سنين لا يقتله إلا روح الله عيسى بن مريم، وروح الله مرفوع قبل 2000 سنة شهد قبل 1060 نعم. أمي هل ليش بفكروا انه ايه هل ليش انا قلت 2060 وما ديش عند الكنيسة 2010 مشي لا هو 2060 ليه؟ لان اصلا السماء والملأ الأعلى يوقتون بالقمر بحسبة القمر الى 2060 وكسور عليه السلام. عيسى ليس كخلق الناس ولا لا اخوانا، ولما يرجع بيكون يعني ما مات عيسى اخوانا، عيسى ما مات، توفي كما يتوفى احدكم في منامه، اني متوفيك والله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فعيسى توفي ولم يمت، رفعه الله ويرجع. فالذي يقتل الدجال رجل ليس كاحد الناس، عبد من عباد الله ليس كاحد الناس. ايش اخي سألت وين صافي بن صياد؟ اما انا اقول بما قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقسم بقسم عمر، صافي بن صياد الغلام اليهودي اللي كان في اطام بني مغالة من اليهود هو وهذا الرجل ليس كاحد الناس. اين هو الان؟ لا اعلم. الذي خلقه يعلم، ولا يخرج حتى يأذن الله، ولا يفعل شيئا حتى يأذن الله، ولا يفتن احدا الا ان يشاء الله. وما هم كما قال الله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني لن يتبع الدجال إلا من هو أهل أن يتبع الدجال. الله أكبر.